طبعا بدأ نظام الأفلاك منذ ما قبل الميلاد، واستمر في فترات تاريخية ثم ما قبل الإسلام ثم ما بعد الإسلام وإلى الآن. وكان السكان الذين سكنوا عمان كانوا يقومون بعملية إعداد عملية حفر الأفلاك، واستمرت في هذه العملية في أجيال متتالية وفي تواريخ مختلفة، وكان يقوم بها الأهالي بجهود ذاتية، ولكن في فترات معينة كانت تقوم بها الحكومات. ففي فترات تاريخية معينة كانت الحكومات هي التي بذلت، مثلا في فترة دولة اليعاربة على سبيل المثال، كانت جزء من كثير من يعني كثير من الأفلاك كانت تقوم بها الحكومة المركزية فيما في مناطق مختلفة. فهي يعني مستمر مع نظام الأفلاك، نظام مستمر مع التاريخ العماني ومع التواجد العمانيين ومع جميع التطورات، وشهد وتأثر بجميع التطورات التاريخية التي حدثت في عمان. طبعا يا أهم محور في نظام الأفلاك هو نظام توزيع مياه الفلك، وهذا النظام على ما أحسب بأنه وعلى ما يبدو من خلال الدراسة والبحث بأنه نظام اخترعه العمانيون من خلال ممارستهم لهذا النظام، نظام الأفلاك. هو نظام محكم ونظام عجيب، كيف إن الفلك يعني مقسم إلى أجزاء معينة تسمى البادة، وهذه البادة يعني تصل إلى 24 ساعة، ودوران هذه البادة يسمى الآد، الدور الذي تدور به هذا الجزء من الفلك اللي هو البادة يسمى الآد. وهذه الأوات يعني تتكرر في دوران ثابت، الفلك يدور على مثلا كل فلك له دوران معين يختلف من منطقة إلى أخرى من بلد إلى آخر. بعض الأفلاك دورانها على 6 أيام، بعضها على 8 أيام. فإذا كل هذا الآد يتكرر على فترة زمنية ثابتة، ولكنه أحيانا يأتي جزء الخاص بكل شخص، أما يأتي بالليل أو بالنهار، والجزء وفي الدورة الأخرى ينعكس الأمر، فيأتي الذي كان يأتي بالليل يأتي بالنهار والعكس. فهذا النظام ساهم على في عدالة في توزيع المياه وعدالة في توزيع الوقت، بمعنى أنه تتغير أوقات كل جزء من أجزاء الفلك في أوقات، تأتي في أوقات مختلفة، أحيانا أول النهار الجزء الأول أو الربع الأول من النهار، ثم الربع الثاني، ثم الربع الثالث، ثم الربع الرابع، وتتغير مع كل آت مع كل على كل دوران للفلك. فهذا أعطى مرونة في توزيع المياه وفي توزيع الوقت بين المستفيدين من الفلك. ما في شك أن نظام الأفلاك عملية نظام مرتبط بحياة العمانيين تاريخيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا. ولو تكلمنا عن الجوانب التاريخية فهناك عدة نقاط يمكن الواحد يتكلم فيها. متى بدأت أو متى بدأت فكرة نظام الأفلاك، ومتى أنشئ هذا النظام أساسا؟ فهناك كثير من الأبحاث يعني تتكلم عن هذه النقطة، وليس هناك مجال للحديث للتحديد بالضبط متى قام يعني من أول من قام بهذا النظام، اخترع هذا النظام، ومتى بالضبط. هناك يعني أبحاث كثيرة في هذا الموضوع. وكذلك تأثر نظام الأفلاك بالأحداث التاريخية التي ظهرت جاءت في عمان، من ناحية الحروب ومن ناحية الآثار الطبيعية والكوارث الطبيعية من الأمطار والجوائح التي حدثت في السابق، أيضا تأثرت على نظام الأفلاك. فهو في هذا السياق التاريخي تأثر بالأحداث التاريخية وبالأحداث الطبيعية، وهو مرتبط
بالمجتمع العماني اجتماعيا، بما أن لأنه عمل على تجميع السكان في قرى ومدن معينة، ونشأت فيما بين السكان علاقات اجتماعية، وجمع قبائل مختلفة في مكان واحد. هذا الاجتماع أدى إلى تطور حضاري، وأدى إلى تطور مدني، وأدى إلى وجود تشابك وتكاتف اجتماعي بين هؤلاء السكان، ونشأت فيما بينهم علاقات قوية وعلاقات اقتصادية واجتماعية قوية، ودخل نظام الأفلاك في صلب الحياة الاجتماعية من ناحية الثقافة، لأنه أيضا دخل في المجال التشريعي. الأفلاك المشاكل التي نشأت بسبب تقاسم المياه، وبسبب توزيع المياه، ودوران الفلك، وملكية المياه، كل هذا أدى إلى ظهور يعني قضايا ومشاكل عالجها الفقه الإسلامي. إذا دخل نظام الأفلاك أيضا في صلب التشريع، وهناك مساحة كبيرة من كتب الفقه دخلت وتكلمت عن هذا الموضوع، وعالجت مشاكل الأفلاك والآثار التي تترتب على هذه المشاكل. نظام الأفلاك له عدة جوانب، جوانب تاريخية وتراثية، وجوانب هندسية، وجوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية. فهو من الناحية التاريخية والهندسية والتراثية هو أحد مكونات التراث العالمي، وأن هذا شيء فخر في عمان أن يكون أحد مكونات التراث العالمي يوجد فيها في عمان، من ضمنها القلاع ومن ضمنها الأفلاك. فإذا هذا ركن مهم. الركن الآخر المهم أنه لا زال وسوف يبقى إن شاء الله أنه أحد مكونات الحياة الاقتصادية في عمان. إذا نحن بحاجة إلى أن كيف نستديم هذا النظام، وكيف نطوره، وكيف نحميه، وكيف نحافظ عليه، وكيف نمنع التحديات التي تواجهه، وكيف نحد من التحديات التي تواجهه. أول شيء إن هو المحافظة على كيفية استغلال المياه، كيف نستغل المياه الأفلاك والمياه المتاحة لنا بطريقة سليمة وبطريقة رشيدة. فإذا الحكومة لا زالت مستمرة أنها تقدم للناس الإرشاد لكيفية استغلال المياه، سواء كان في نظام الأفلاك أو في المزارع الحديثة. فهناك في الأفلاك نظام الأفلاك يمشي على أساس الري بالغمر، ولكن يمكن أن استخدام أن نرشد استخدام المياه بحيث تنويع، أيضا أن ننوع المنتجات الزراعية، ناخذ المنتجات الزراعية التي لا تستهلك كمية مياه كبيرة، وكذلك أننا نحافظ على هذه المياه في قنوات يعني معدة بشكل تمنع الفقد المائي بسبب العملية، بسبب حرارة الشمس وبسبب التسرب، نمنع التسرب. وكذلك الري بطريق التنقيط، يمكن استخدام المياه في هذا المياه الأفلاك في هذا المجال. إذا نحن بحاجة إلى ترشيد استخدام المياه. النقطة الأخرى المهم وهي تنمية الدخل الزراعي، وتنمية الدخل الزراعي يأتي عن طريق تنويع المنتجات الزراعية. مثل ما قلت أننا يجب أن ننوع في المنتجات الزراعية، ليس نعتمد فقط على المنتجات القتيلة. النخيل نعم هي أساس، وهي لا سوف تبقى إن شاء الله، ولكن أيضا هناك منتجات زراعية يحتاج أن يتوجه إليها نظام الأفلاك، الخضروات والفواكه. وبالتالي علينا أن نزيل الأشجار الكبيرة والأشجار الهرمة والنخيل الكثيفة، بحيث يكون هناك تجديد وهناك تنويع وهناك تطوير في المنتجات الزراعية. النقطة المهمة الأخرى أننا نطور نظام التسويق الزراعي. هناك لابد من إيجاد آلية مهمة للتسويق الزراعي، وهناك لابد أن يكون من إرشاد زراعي لكيفية الاهتمام، لأن في النهاية نظام الأفلاك يعتمد على الدخل الزراعي. إذا استطعنا أن ننمي الدخل الزراعي فسوف تنمو، ترتفع الأهمية الاقتصادية للفلك، وترتفع الأهمية الاجتماعية للفلك. إذا التسويق الزراعي مهم، نقطة جدا مهمة، لأن كثير نرى بأن كثير من المنتجات الزراعية تتلف قبل وصولها إلى الأسواق. وبالتالي أيضا هذا نقطة أخرى مهمة، أننا نكيف ونزود نظام التعليم بمدخل جديد. كيف أن نستغل نظام التعليم لنقرب هذا النظام الأفلاك إلى ذهن الشباب وإلى تفكير الشباب وإلى الأجيال الحديثة، الأجيال الجديدة؟ لا بد أن تعرف عن نظام الأفلاك، إذا لا بد من إدخالها في نظام التعليم، وخاصة التعليم الزراعي.